آلاف الألواح يومياً، مجمع إنتاج لبناء الأحياء السكنية والمدن الصغيرة بشكل متكامل. يسمح هذا العدد من الألواح ببناء ما يصل إلى 10,000 متر مربع من المساكن يومياً، أو ما يصل إلى 3,000,000 متر مربع سنوياً. وبناء مدينة لعدد 100,000 نسمة بكامل بنيتها التحتية لن يستغرق أكثر من عام واحد. وهذا النوع من المساكن يتوافق مع المعايير الأوروبية للراحة وكفاءة الطاقة. تسمح تقنية البناء باللوح الخرساني المتكامل بالبناء في أصعب الظروف الجوية، وبفضل استخدام الأعمدة الحاملة في كل لوح يمكن تشييد المباني حتى في المناطق المعرضة للزلازل. لقد طورنا مئات الأنواع المختلفة من الواجهات والشرفات وعشرات التخطيطات للمدن الصغيرة المتكاملة. حتى اليوم تعد هذه التقنية الوحيدة المثبتة عملياً التي يمكنها ضمان بناء 3,000,000 متر مربع من المساكن سنوياً بطريقة صناعية وبتكلفة منخفضة قياسية. قم بخطوة ثورية واطلب مصنع إنتاج ألواح الجدران.